اكد عليها هذا الملك في المشروع ديال القانون المالي حاط عيطونا بالليل باش نشوفوا كيفاش نعالجوا داك الامر. هي باش نقطه وحيده ديال التربيه اللي جينا صرافين كما كان في البلاغ ديال الجامعه الوطنيه كمكتب وطني وكذلك كمكتب اقليمي ديال الجامعه بالرباط. هو يوم لقاء مع المهنيين ديال مدينه الرباط باش نناقشوا معاهم اليوم ديال الاضراب والمده ديالو وكذلك التاريخ ديالو وكذلك غنناقشوا معاهم الاشكال النضاليه اللي ممكن ترافق هذا الاضراب هذا. هذا الاضراب هذا جاء بناء على ذاك القرار الجبائي طبعا المبالغ فيه من طرف العمده ديال الرباط ومن طرف المجلس الجماعه ديال الرباط اللي رفعت السعر ديال الاستغلال المؤقت للملك العام من 50 درهم و70 درهم وصلت في بعض الاحياء تقريبا 525 درهم. احنا مادام خدينا هذا القرار هذا الا بعد واحد العدد ديال الاتصالات وبعد العدد ديال المراسلات اللي توصلت بها العمده ديال المدينه وكذلك توصل بها السيد الوالي وكذلك وزاره الداخليه الا انه ما تمش فتح باب الحوار جدي معنا كمكتب وطني وكمكتب اقليمي باش نلقاو الحل لهذا الاشكال هذا ويتم المراجعه ديال القرار الجبائي اللي قرروا المجلس الجماعه ديال مدينه الرباط. غادي يكون اضراب غادي نعلنوا عليه اليوم ان شاء الله بحول الله وغادي نعلنوا كذلك حتى للمده ديالو لانه كان تباين عند مجموعه من الاخوان. كاين الناس اللي تيقولوا خصنا نديروا 72 ساعه، كاين الناس اللي تيقولوا خصنا نديروا 24 ساعه. اليوم من داخل القاعه طبعا غادي نسمعوا الناس وغادي نشوفوا التوجه العام فين غادي وبالتالي غادي يكون تحديد ديال هذه المده ديالو وكذلك التاريخ ديالو ان شاء الله بحول الله. كنجتمعوا اليوم مع الاخوان ديال مدينه الرباط بعد القرارات ديال السيده العمده اللي صعد طلعت استغلال الملك العمومي اللي كان كنا كنخلصوا عليه 70 درهم واللي دابا طلع على حسب الجهات ديال المدينه. كاين احياء اللي فيهم 280 وكاين احياء 330 واحياء 525 درهم. هذا القرار اللي كان جا قرار جبائي حنا كنا ما وافقناش عليه في الوقت ديالو اللي خرج ودخلنا مع السيده العمده في محادثات باش اننا نديروا واحد المراسلات وواحد الملتمسات باش هذاك القانون يتراجع. خدينا الوعود ولكن ذاك الوعود حتى حاجه ما شفناها الى ان تفاجانا بهذاك القرار وصل للناس للخزينه العامه ديال المملكه. ومني كيوصل للخزينه العامه ديال المملكه كتعرف كيمشيو للاصول التجاريه والاملاك والسيارات والحسابات البنكيه. عندنا نقطه اخرى في مدينه الرباط هو الضريبه على المشروبات اللي فيها اعلى نسبه اللي كاينه في المغرب هي ديال 10% اللي ما كايناش حتى في مدن سياحيه اللي كتكون فيها الاستهلاك ديال المواد المشروبات وداك الشيء في اكثر من المدينه عندها 10% مسقفه في البلافون. وعندنا مشكل ديال التراخيص اللي هذا المجلس كيستخلص الفلوس من عند الناس ولكن ما كيعطيهمش اون كونتر بارتي واحد الترخيص. ملي كتمشي تخلص للملك العمومي كتخلصوا ولكن ما عندكش رخصه برقم ولا شي حاجه سند اللي كيبقى عندك باش كتخلص به وكيكون عندك تحت يديك. وفي الاخير كنا طلبنا تسويه وضعيه المقاهي والمطاعم اللي الناس ما كانوش فاهمين ما كانوش عارفين كيجي كيحل مقهى لان ما كاينش شي قرار تنظيمي ولا شي قانون ولا شي دفتر ديال التحملات اللي كيعطي لهذا السيد قبل ما يدير المقهى ولا المطعم ديالو ها شنو خصو يدير شنو خصو يدير. وكان في المطلب ديالنا حاجه اساسيه وهي ملي كنمشيو باش نطلبوا رخصه الاستغلال يعطيونا معها رخصه استغلال الملك العمومي لانها خصها تمشي مع بعضياتها. ما كاينش لاش الانسان ياخذ الرخصه واحد تبقى تجرجرو ديه تجيبو لا قود لا خصها تخرج مع الملك العمومي مع رخصه الاستغلال. كانت هناك واحد المغالطات في الاول منين جا هذا المجلس هذا قال بانه حل واحد الشباك واحد باش يحل مشاكل ديال رخص الاستغلال. هي المشكل اللي كان عندنا واللي كنت كنادي به دائما انا رحنا في الرباط ما عندناش مشكل ديال رخص الاستغلال كلشي عنده رخص الاستغلال. عندنا مشكل في رخص استغلال الملك العمومي. كاين احياء اللي من 2015 كاين طلبات اكثر من 32 طلب فوق الطاوله ديالهم من 2015 كيطلبوا التراخيص ما خداوهمش. اذا حنا اليوم تجمعنا كفرع الرباط الملتمس راه حنا درناه وغنعاودوا نديروا ملتمس اخر ولكن وصلنا الباب المسدود ودابا اليوم قررنا باش نجتمعوا باش نتاخذوا اشكال نضاليه اللي غتخلي المجلس
يشوف باننا حنايا راه حنا ماشي ناس بغينا نديروا الفوضى فوضويين، بغينا نستغلوا الملك العمومي، وحتى الراي العام يفهمها باننا حنايا راه حنا كنستغلوا مقابل اداء كنخلصوا.